طيب بقيت حامل خلاص وولدت الحمد لله، اقعد قد ايه عشان ما ياثرش على يعني صحتي فرق ما بين الطفل والتاني؟ على الاقل من سنتين لثلاث سنين. سنتين ثلاث سنين؟ اه. امال دكتور اللي مثلا بتخلف وانس مثلا البيبي يكمل 9 شهور بتيجي بقى غلطه، بتيجي اذا كانت هي عايزه كده بعد 9 شهور بنلاقيها حامل تاني، دي بقى ايه الضرر عليها؟ الحقيقه ده بيضعف صحتها جدا وبيضعف صحه البيبي الجديد اللي هيجي جدا، وكمان بيظلم البيبي اللي موجود حاليا، لان البيبي الموجود حاليا المفروض هو يقعد فتره الرضاعه الكافيه بتاعته، الام تاخد برضو وقتها ان هي تسترد صحتها من حمل الى اخر، ما يحصلهاش انيميا، ما يحصلهاش فقدان كتير للكالسيوم، انيميا طبعا اللي هو نقص الحديد، فقدان كتير للكالسيوم وهكذا. فبالتالي يعني الحمل المتكرر هو السريع ورا بعض ورا بعض ده كمان في بعض الحالات بيؤدي لزياده نسبه وفيات الام لا قدر الله، وزياده نسبه وفيات الطفل الجديد، فطبعا بتبقى مشكلة كبيرة. فإحدى أهداف الهامة جدا في تنظيم الأسرة هي فكرة التباعد ما بين الطفل والآخر عشان الأسرة كلها ككل والمجتمع طبعا يبقى في وضع أفضل. حلو جدا. طيب احنا لو هنفصص أو هنتكلم بدقة أكتر عن الوسائل اللي هي بتساعد في تنظيم الـ يعني الأسرة بمعنى أصح، في سيدات بتقول لك اللولب هو يعني هيريحني، هيريح دماغي خالص يعني، وفي سيدات تقول لك لا انا مش هركب حاجه، انا هاخد مثلا تابلت او يعني اقراص. فاحنا عايزين حضرتك تعرفينا ايه الامان اكتر. هو الحقيقه طبعا قاعده عامه ان الزوجين بيشوفوا مع الطبيب ايه اللي بيناسب حالتها، لان المفروض الطبيب بيشوف حالتها الصحيه، لو في اي تاريخ مرضي مثلا معين عندها وهكذا. في الاول الطبيب هو اللي بيحدد ايه اللي يكون مناسب ليها. عموما طبعا اللوالب من اكتر الوسائل اللي هي بتبقى مريحه، لان خلاص هي بتركبها وبتقعد معاها لسنين بقى. تنساها بمجرد ان هي بتعمل كشف دوري عليه، تطمئن ان هو موجود في مكانه، ما تحركش لاي سبب من الاسباب وهكذا. مجرد كشف دوري كل 6 شهور مثلا ولا حاجه، خلاص بتبقى مطمئنيه ومفيش اي مشكله ويريحها لمده سنين. واللي مفيد كمان قوي في اللوالب ان هو اقتصادي جدا، بتدفع تكلفته مره واحده وخلاص وبتقعد لسنين بعد كده.